محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية مقابل الدولار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية لاحظنا الارتداد الواضح لأداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما هو تأثير المتحور الجديد لحظيا على أداء الدولار؟ أهلا بك أحمد. مؤشر الدولار الأمريكي اليوم نشوف عليه بعض التراجعات، يعني عم يتراجع في ظل حديث الرئيسي الذي قلب الأسواق، وهو رئيس شركة موديرنا، والذي تحدث عن أنه اللقاحات الحالية غير فعالة مع المتحور الجديد أوميكرون، فبالتالي شهدنا هبوط لأسعار النفط بعد أن ارتفعت في نهاية جلسة أمس. المؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية الجلسة اليوم، عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية تدل على تراجع، يعني الارتفاعات اللي شهدناها أمس هي بعد طمأنة جو بايدن أنه لا يوجد قيود على السفر أو إغلاقات، لكن مع التصريحات اليوم التي شهدناها من موديرنا أدت إلى هذه التراجعات. شفنا كيف مؤشرات الأسهم الآسيوية عم تتراجع، عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية عم تتراجع، العملات المرتبطة بالمخاطرة مثل الدولار الأسترالي الدولار النيوزيلندي على تراجع. نتحدث عن الدولار الأسترالي في أدنى مستوياته في 12 شهرا، عم نحكي عن الدولار النيوزيلندي في أدنى مستوياته أو أدنى أسوأ أداء له في شهر نوفمبر منذ مايو 2015، نحن في آخر شهر من نوفمبر، فالعملات المرتبطة بالمخاطرة عم نشوفها على تراجع. فالدولار الأمريكي، عوائد سندات الخزانة الأمريكية على تراجع، لأن في هناك إقبال على السندات، إقبال على الذهب، إقبال على الين الياباني، عم نشوف الإقبال على العملات الملاذات الآمنة في هذه الفترة. هناك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ربما، يعني مع أنه أوميكرون ربما سوف يعني يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي. يعني هنا أريد أن أسألك لينا يعني حول أوميكرون، احتمال رفع أسعار الفائدة. نعم، هنا أريد أن أسألك حول أيضا تأثير أوميكرون، وأيضا حول قرارات البنوك المركزية العالمية تحديدا الفدرالي والأوروبي. يعني هل هنالك من المتوقع أن يكون تأجيل لتقليص حزم الدعم، وأيضا فيما يتعلق بأسعار الفائدة هل هنالك اختلاف في توقعات، وفقا أن جيروم باول بالأمس قال بأن الأوميكرون مثير للقلق وليس للخوف يعني في الولايات المتحدة تحديدا؟ بالفعل جيروم باول قال مثير للقلق وليس للذعر، لكن هناك تأثيرات من انتشار أوميكرون وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فالمتداولين يقللون من احتمالية أصبح رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2000 من العام المقبل، فبالتالي يعني لم تثبت فعالية هذا، يعني فعالية اللقاحات الحالية مع فيروس أوميكرون. حتى هناك الشركة المقابلة وهي شركة فايزر تقول أنه تحتاج لأسبوعين حتى تتمكن من مدى هل فعلا هذه اللقاحات الحالية من فايزر هي فعالة مع الفيروس الحالي فيروس أوميكرون، أو حتى جزء منها يكون فعال. فبالتالي نحن نترقب وننتظر، يعني لا نستطيع الجزم الآن إلا حتى يتم الإعلام من تلك الشركات عن مدى فعالية هذا فعالية هذه اللقاحات مع أوميكرون. فأي إغلاقات واسعة وإغلاقات تتجه البلدان الإغلاقات الكاملة، فبالتالي سوف نشهد، يعني هذا سيؤثر على التباطؤ التعافي الاقتصادي، يقلل من احتمالية أنه يقوم البنوك المركزية بأي تجديد للسياسة النقدية. لهذا السبب عم نشوف كيف مؤشر الدولار الأمريكي عم يتراجع. محللة أولى في الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذا الشرح.